مشاهدينا وين ما انتم وين ما كنتوا، كل التحيه والتقدير لكم محبتنا الكبيره في برنامجكم، برنامج اهلا بالعيد. اليوم برنامجها تحت رعايه كريم مميز من بهارات التيه، البهارات الافضل على مستوى العالم، بهارات مميزه جدا جدا جدا، بهارات مميزه من حيث النكهه والجوده والطعم والسعر. دائما بهارات التيه خياركم الافضل، فكل انواع البهارات اللي ببالكم واللي مش ببالكم موجوده عند بهارات التيه. كيف بدنا نحصل على بهارات التيه؟ سؤال صريح والسؤال واضح والسؤال ذكي. روح على المحلات التجاريه، روح على السوبر ماركتات، روحوا كمان على المولات، وروحوا اكيد على محلات اللحوم، راح تلاقوا زاويه مخصصه لبهارات التيه، فوتوا عليها ونقوا البهار اللي بيعجبكم واطلعوا، واكيد السعر راح يكون مميز بالنسبه لكم. اخونا ادهم التيه وجه تحيه كبيره، ولكن مع هيك راح نشوف الناس وراح نسالهم وباخذوا جوائزهم منا. خليكم معنا دائما مع بهارات التيه، بهاراتكم المميزه في اطار واحد، دائما اطاركم وبحثكم عن البهارات ما له عنوان اسمه بهارات التيه، بهارات التيه المميزه ذوبا. اخونا ادهم التيه بقول لكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. بخير بخير. ام انس من كفين، بنت من كفين. من كفين. اهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الامور؟ تمام الحمد لله. كيف شايفين التحضيرات للعيد؟ الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله. الحمد لله. يلا يا ستي اهلا وسهلا فيك يا ام انس. اليوم برنامج برعايه كريم من بهارات التيه، بهارات التيه العنوان المميز في عالم البهارات، بهارات كثير مميزه في المجمعات التجاريه، في المولات، في السوبر ماركتات موجوده بهارات التيه، كل اصناف البهارات تحديدا اللي بده يحضروا لنشوا هش العيد ما لكم الا بهارات التيه. روح لسؤال. تفضل. يلا اجابتكم على السؤال ان شاء الله بتعرفوا تجاوبوه صح. سؤالنا بيقول كالتالي، ركزوا فيه منيح، ان شاء الله هو سهل يعني، بس يعني بدكم تركزوا فيه منيح. ما هو النبات الذي يسمى قاتل أبيه؟ اعطينا خيارات. اعطينا خيارات. يلا الخيارات: الإنجاص، الأفوكادو، التفاح، الموز. طبعا الموز. 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 إجابة صحيحة، الموز هو الذي يسمى قاتل أبيه. أعطيني الجائزة وأكيد كل عام وأنتم بخير. تفضلي. كل عام. مشاهدينا مع بهارات التيه كل عام وانتم بألف خير، بهارات التيه المميزون دوما، عالم مميز من البهارات، بهارات التيه عنوانكم المميز دائما ابدا. كل عام وانتم بخير. اكيد بهارات التيه بتقولكم انتم جاهزين للعيد واحنا جاهزين معكم للعيد، افضل انواع البهارات موجوده في المحلات والسوبر ماركتات. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير يا رب. الله يخليك. نصر حجاوي، مديرة مدرسة بالشوف الأساسيين مطلق طول كرم. أهلا وسهلا ست نصرة، وكيف هالأمور؟ تمام والله الحمد لله، يعني أنا مبسوطة جدا، أجواء حلوة ويعني والناس في إقبال، والله يهدي البال يا رب. مع العيد ترجعوا للمدارس يا معلمين. إن شاء الله ربنا كريم. إن شاء الله ربنا بيسير الأمور وبترجعوا للمدارس. أهلا وسهلا فيك. طيب ست نصرة، إحنا اليوم برنامجها برعاية كريم من بهارات التيه، سمعت عنها؟ طبعا بهارات التيه يعني عريقة جدا في طول كرم. مميزين جدا. مميزين طبعا. أكيد. راح نروح لسؤال لإلك، بتجاوب عليه صح راح تربح جائزة. سؤالنا: أين كان يحكم نبوخذ نصر؟ نبوخذ نصر أين كان يحكم؟ بأي مناطق؟ أو في المنطقة العربية بس وين بالضبط؟ أعطيني خيارات. طيب، هل كان يحكم في بابل وبلاد الرافدين؟ كان يحكم في مصر؟ كان يحكم في فلسطين وبلاد الشام؟ أم كان يحكم في المغرب العربي؟ في بلاد الرافدين. بلاد الرافدين، بابل وبلاد الرافدين. إجابة نهائية؟ نعم. تأكدي؟ 100%. إن شاء الله. إجابة صحيحة، في بابل وبلاد الرافدين حكم نبوخذ نصر. تفضل يا الجائزة. شكرا لكم، كل عام بخير. وانت بألف خير يا رب. شكرا جزيلا لكم. دائما مشاهدينا كل عام وانتم بخير مع بهارات التيه عنوانكم المميز، بهارات التيه الخيار الافضل في عالم من البهارات. لا تنسوا انه بهارات التيه خياركم المفضل. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. تعرف عليك ابو عبد الشايب طول كرم. كيف امورك؟ الحمد لله. كيف هالعيد معك؟ الحمد لله رب العالمين. جاهز للعيد منيح؟ الحمد لله. رمضان كيف كان عيد السنه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما ابدا. الله يرضى عليك. الله يخليك. تحب البهارات؟ والله يا سيدي كلها. مش كثير؟ مش كثير، انه الحالة صحية يعني. تمنع يا سيدي في البيت بس بتتعامل معها. اكيد صحيح. اهلا وسهلا فيك ابو عبدو. ابو عبدو اليوم برنامجها برعاية كريم من بهارات التيه، بهارات التيه مميزون دوما في عالم البهارات المميزة، فكل عام وانتم بخير. يلا نروح لسؤال، جاهز؟ جاهز. ان شاء الله بتجاوب عليه صح يا ابو عبدو. سؤالنا بيقول كالتالي، ركز فيه منيح. ما هو الهرمون المسؤول عن تقليل نسبة السكر في الدم؟ هرمون الأنسولين. أعطيني الجائزة. معلم يا أبو عبدو، معلم، تفضل يا جائزتك.
في اكيد هذا الشهر الفضيل من بهارات التهيئة. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله يعطيك. بهارات التهيئة البهارات المميزة في عالم مميز من كل البهارات اللي ببالكم واللي مش ببالكم، عالمنا المميز من بهارات التهيئة. دائما بقول لكم كل عام وانتم بخير. ادهم التهيئة اكيد بوجه له تحية كبيرة دائما القائم على موضوع بهارات التهيئة. روحوا على السوبر ماركتات، على المحلات التجارية، على محلات اللحمة واسألوا وين بهارات التهيئة، واللي بده يشوي نش صح، بده بهارات للحمة صح، ملوش الا بهارات التهيئة. كل عام وانتم بخير. بتعرف عليكي؟ ريمان محمد عبد القادر. اهلا وسهلا فيك، كيف كريمان؟ الحمد لله تمام. امورك منيحه؟ الحمد لله. حضرت للعيد؟ اه خلص جاهز يعني؟ اه جاهز. يلا يا سيدي صحه وعافيه. الله يسعدك. اهلا وسهلا. اليوم برنامجها برعايه كريم البهارات التاي، سامعه فيهم؟ اه ماما بتشتري منهم. يلا يا سيدي منيح ممتاز، يعني انتم زباين عندهم. فكل الاحترام اكيد لزباين البهارات التاي المميزون دوما. راح نروح لسؤال تجاوب عليه صح تاخذي جائزه. سؤالنا لك يا ريمان ماذا يقول؟ إن شاء الله بيكون سهل ولكن ركزي فيه منيح. يلا سؤالنا بيقول كالتالي، كم عدد الأصناف المستحقة للزكاة؟ كم عدد الأصناف؟ اطلع لفوق ليش نزل تحت؟ كم عدد الأصناف المستحقة للزكاة؟ يعني كم عددها؟ رقم، أعطيني رقم. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هيك يعني. المحاصيل الزراعية. لا لا، الأصناف المستحقة للزكاة يعني القائمين عليها والأيتام. خمسة. خمسة؟ طيب خليني أعطيك خيارات. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. سبعة. ركزي منيح، ركزي منيح، حتلاقيهم أكثر من سبعة. ثمانية. جواب نهائي؟ جواب نهائي. من الآخر؟ بالآخر. إجابة صحيحة بالفعل، ثمانية أصناف هي تستحق الزكاة. أعطيني الجائزة من بهارات التهيئة. كل عام وأنت بخير. تفضل يا جائزتك. كل عام وأنت بخير. أنت بخير، يعطيكم العافية. مشاهدينا دائما وأبدا كل عام وأنتم بألف خير مع بهارات التهيئة المميزون دوما، عالم مميز للبهارات، اسمهم بهارات التهيئة. دير بالكم أفضل أنواع وأجود أنواع البهارات، مميزة جدا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أعرف عليك؟ أحمد شلبي. كيفك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. كيف حضرتك للعيد؟ الحمد لله كله أمورك منيحة؟ الحمد لله. حضر صح؟ أكيد. اليوم وين إفطارك؟ عند البركاوي هون. يلا يا سيدي صحة وعافية والشباب. طيب اليوم برنامجنا تحت رعاية كريمة من بهارات التاي، أفضل أنواع وأجود أنواع البهارات موجودون في كل المناطق التجارية، في المحلات، في المولات، وأيضا في محلات اللحوم. سامع في مباراة التاي؟ أكيد. أولا مميزين جدا. يلا نروح للسؤال وإن شاء الله سؤالك صعب. يلا، من هم الأصباط؟ الأصباط؟ في خيارات ولا يعني في خيارات بس فكر شوي، من هم الاسباط؟ قال لك سوريا ومن الاسباط. يلا يلا، هل هم الاسباط الاولاد؟ لا لا، هل الاسباط هم، ركز منيح، هل الاسباط هم ابناء سيدنا موسى عليه السلام، ام هم ابناء سيدنا عيسى عليه السلام، ام هم اخوه سيدنا يوسف عليه السلام، ام هم اخوه سيدنا محمد عليه السلام؟ أخوة سيدنا يوسف عليه السلام. أكيد جواب نهائي؟ خلاص نهائي. بشكر الشباب وإجابتك صحيحة، أكيد الأصباط هم أخوة سيدنا يوسف عليه السلام. تفضل هي جائزتك من بهارات التاي. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. شكرا لك. لهون وصلنا ختام هذه الحلقة المميزة مع بهارات التاي، حلقة كانت جدا مميزة وحقيقة سعداء جدا بهذه الحلقة، لأنه شفنا الناس وشفنا التفاعل اللي كان جميل جدا، الإجابات على الأسئلة كانت جميلة، وكمان بأجواء واضح أنها مميز جدا في طول كرم.
أجواء رمضان مع نهاية هذا الشهر الكريم ومع استقبالنا للعيد، أكيد أجواء مميزة، فدائما كل عام وأنتم بخير. مع بهارات التاي أنتم متميزون، تحية لأخونا آدم التاي، إلى اللقاء.